ثلاث عصير بالأمانة. صدقيني صدقيني ربنا يخليك. عايزة بكلمة حتى بس ممكن هو ده لايف. هنصور معاك. انا مش بعرف يعني انت فين تصور. مساء الخير، كل سنه طيبين ومبروك. الف مبروك. انا بعتذر الاول اني مش لابسه سواريه، انا كنت هنا مش استاذه فاطمه نعود نسقف لها كلنا. اعظم سيده بتحاجب لي في مصر وحاطه قلبها على 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 كفها وروحها حطها على يدها، سابت كندا وجت وحضرت المحاكمه وربنا نصرها. نسقف لها كلنا. قاعده في كندا والحكم كان على رقبتها ومتنفذ، باعت الدنيا كلها وجت حضرت الحكم. وانا شفت الجلسه كانت في جنوب في جنوب القاهره، الدنيا كلها كانت في المحكمه الحمد لله. انا هصحح معلومه صغيره بس، اشكرك جدا جدا على الكلام الجميل ده. انا كنت في الامارات مش كندا، انا رحت كندا just for one week بس للتكريم، كانوا بيكرموني كشخصيه مصريه بارزه يعني. لكن 8 شهور الصعاب او العجاف اللي قعدتهم كانوا في الامارات، والحقيقه بشكر دوله الامارات يعني لا تتصوروا قد ايه راعوني، وكنت مش حاسه باي غربه. وعملت كتاب جميل عن بناء الانسان في دوله الامارات وكيف يحترمون الانسان كونه انسانا بصرف النظر عن موطنه وبصرف النظر عن عقيدته، وكتبت كتير طبعا عن التجربه الاماراتيه. فهي دي كانت وكان فعلا يعني صلوات الناس من كل الطوائف، حتى ان احدهم كتب ان فاطمه نعوت مجمع اديان، لان كان ناس كتير يقولوا لي مامتي بتولع لك شمعه كل يوم، مسيحيين، وناس يقولوا لي مامتي بتدعي لك كل يوم في صلاه المغرب، مسلمين، وحتى البهائيين كانوا بيعملوا جلسات من يرفع يعني بيعملوا حاجات زي جلسات كده دعاء من اجلي. فانا بشكر كل حد دعمني في هذه التجربه الصعبه اللي مريت بيها. اولا مبروك مارينا وجورج، ربنا يسعدهم يا رب. وهم فرحهم النهارده هنا في سونيستا، القاعه ايريس دي اللي عملت فيها صالون، اخر صالون ليا كان في شهر اغسطس. فانا كنت هنا بالصدفه مع صديقات بيعملوا لي عيد ميلاد، لان العيد ميلاد انتوا عارفين من الشهر ده، فكانوا بيعملوا عيد ميلاد ومش لابسه طبعا لبس السوري يناسب الفرح. فانا بعتذر بدايه عن عدم لبسي، بس لما الله يخليك ميرسي، فلما عرفت ان الفرح ناس وبابا العريس دعاني علشان اصلي الجميل علشان افرح فرحا مع الفرحين، انا بعتز جدا بهذه الايه الجميله ان الانسان يفرح مع كل ويكون صانعا للفرح، يعني يكون فرحا مع الذين يفرحون، ويكون بقدر امكانه صانعا للفرح، او ان لم يستطع فعلى الاقل لا يكون صانعا للحزن يعني. واحنا اجدادنا المصريين القدامى سلفنا الصالح يقول ان الانسان لازم يقول يعترف بانه لم يتسبب في دموع انسان حتى يستحق البعث والخلود وملكوت ربنا يعني. فانا فرحانه قوي ان انا معاكم النهارده، وفرحانه اني بشهد لحظه ميلاد حياه جديده للعروسين الجميلين مارينا والعروسه القمر دي وجورج. يو ار لاكي، يو ار لاكي جاي. ربنا يسعدكم ويملى حياتكم فرح، ونشوف اولادكم جمال يملوا مصر خير ورغد وينهضوا بيها ان شاء الله. وانا كمان فرح ابني مازن يوم الجمعة الجاية، فميرسي اشكركم، تشرفونا كلكم في قاعة، مش عايزة اقول دلوقتي معلش عشان احنا بنسجل لايف، بس ان شاء الله هقول لكم بعد اللايف يعني المكان. وبس يعني بفرح جدا باللحظات الجميلة دي، ومبروك يا مارينا، وان شاء الله تكوني اسعد عروس في العالم وعروس دائمة. وعايزة اقول لك كلمة يا جورج،
لما ليلى علوي قابلتني انا وجوزي اول مره قالت لنا كلمه جميله جدا just one word يعني قالت لجوزي نبيل اسعدها that's it فانا بقول لك يا جورج اسعدها اسعدها على قد ما تقدر املى حياتها فرح ما تخليهاش ابدا ابدا تشوف الدموع في عينيها الا دموع الفرح بس وربنا يسعدكم يا رب ويملى حياتكم فرح وانا فخوره جدا يعني بابا وماما وبابا وماما ناس جميله وهذا الفرح الجميل سعيده ان انا بشارككم اللحظه الحلوه دي بشكركم جدا جدا والف الف مبروك وهوريكم بقى احلى زمروطه في مصر انا بزغرد اسمعوا بقى